بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلاب، هنبتدي النهاردة إن شاء الله في موديول 2، وهنكمل الجزء الباقي. عنوان المحاضرة النهاردة هيكون Host Plant Colonization. After Penetration، خلاص احنا اتكلمنا في الأجزاء السابقة عن ازاي الفطر بيبتدي او الباثوجين بيفرز انزيمز، وازاي بيقدر هو يكسر الديفرنت ستراكشرز بتاعت السيل وولز بتاعت النباتات، بداية من الكيوتيكل حتى يبتدي يخترق. اما يبتدي يخترق افتر بنتريشن، باثوجين must spread within invaded tissues, colonize and establish a parasite relationship with the host. Okay. The fungal invaders respond to compound in the host plant and this regulates the subsequent development, switching on a new genetic program and giving rise to the pathogenic growth habit. تمام؟ Accompanied these processes accompanied by an increase in the metabolic activity of the pathogen, rapid rise in the synthesis of macromolecules زي ال RNA والبروتين subsequently followed by DNA. Nuclear division is an early event following germination and the outgrowth of germ tube. تمام؟ Once inside host tissue, a pathogen may exert effects in a variety of ways. General altered structure changes, okay, often quite early after infection in the host. The altered structure المقصود به اللي هي العضيات الداخلية الدقيقة اللي ما اقدرش انا اشوفها الا بالميكروسكوب الالكتروني بتاعت الخلية. اشوف اي اشوف عند النيوكلاس حصل فيها ايه، اشوف البلازما ممبرين، اشوف الاندوبلازم جروتوكيليوم، كل الحاجات دي بيحصل فيها تشينجز. Also cell contents become more granular in appearance with an increase in amount of rough ER and concentration of ribosomes. تمام. الهوست نيوكلاي migrate near to penetrating hyphae and may become swollen. يعني بتهاجر ناحية الهايفا اللي هي البنتريتنج هايفا اللي هي بتطلع من الانفكشن بيك. تمام؟ وبيحصل لها عملية انتفاخ. والنيوكليولاي often become more pronounced. اوكي؟ اوكي. تبقى واضحة. ميتابوليزم. نمبر 2 increase in cell permeability, alternation of gene expression and ultimately cell death. دول اربع حاجات بيحدثهم مصاحبين لعملية الايه الانفكشن. الاوتكم او اللي احنا بنسميه الناتج of an invasion is the result of interactions which are dependent on the properties of both organisms involved and immediately by a range of other factors. يعني اللي حصل قبل كده ده بيعتمد على الحالة بتاعت الفطر والحالة بتاعت النبات. The resistance of the host plant will influence the spread of the pathogen and the severity of the disease. The resistance of the host هيبقى أكتر مقاومة طبعا، و درجة ظهور الأعراض الإصابة هتعتمد على مدى مقاومة الهوست بلانت أو النبات للباثوجين. Growth habit and the life cycle of pathogen will influence the invasion of a host. How? Look to these examples. Ersif BC and Ersif Gramineis. Almost all the fungal growth is superficial. دايما احنا عارفين دايما الارسف
نمو بتاعه بقى على السطح، وبدينا هيستوريوم جوه الايه، جوه الخليه. اوكي، سيل بنتريشنز اوكير انتو اوبيديرمال سيل الون، الزو ان ا هيفي انفكشن ذير مي بي ميني انديفيديوال بنتريشن بوينتس، منتشره على سطح او على الاوبيديرمال سيل. طيب في حاله الاستياجو مثلا تريتيساي اند استياجو كوروناتا spread through the plant forming systemic infections، بينتشر في كل الايه النبات وبيسمى ما يعرف بسيستميك ايه انفكشن. طب في حاله البي سي ام اند اور فيتوفثرا اللي بيسببهم ما يعرف بالروت روتس، انفكشن سايتس may be localized، محدده في منطقه ايه معينه، but may sufficiently weaken the plant to kill it rapidly. كذلك الفاسكولار ويلت فانجاي ار اولسو ريستريكتد ان ذير سبريد being confined to the vascular tissue او الفاسكولار سيستم او اللي هي الفيسلز الاوعيه الايه الخشبيه، زي ما احنا عارفين ان يا اما بتفرز مكونات او المكونات اللي بتنتج من عمليه البايودجريديشن بتاعه الفطر بتبتدي تتجمع داخل الفيسل وتقفله، او ان الميسيليوم بتاع الفطر اثناء جروث بتاعه داخل الزايلم فيسل بيبتدي يقفله، فبيمنع مرور الميه الى الاوراق وخلافه، وبالتالي بيحصل ذبول للايه للنبات اول اللي احنا بنسميه الفاسكولار ويلت. تمام، افتر بنتريشن خلاص احنا اتكلمنا في الاجزاء السابقه عن ازاي الفطر بيبتدي او الباثوجين بيفرز انزيمز، وازاي بيقدر هو يكسر الديفرنت ستراكشرز بتاعت السيل وولز بتاعت النباتات بداية من الكيوتيكل حتى يبتدي يخترق. اما يبتدي يخترق افتر بنتريشن باثوجين ماست سبريد ويزن انفيدد تيشوز كولونايز اند استابليش ابرازايت ريليشنشيب وذ ذا هوست. اوكي، الفانجال انفيدرز respond to compound in the host plant and this regulates the subsequent development switching on a new genetic program and giving rise to the pathogenic growth habit. تمام تمام يا شطار. طيب في حال البيوتروفيك pathogen most species are able to invade parenchymatous tissues and grow between host cells. Okay, in addition, some form hysteria. Hysteria are thought to be involved with nutrient transfer from host to pathogen. Okay, هي زي ما بعتقد ان هي اللي بتنقل النيوترينتس from من الهوست للايه للباثوجين عشان يقدر يتغذى. طيب هيستوريال ستراكشر اند ذير ديفلوبمنتال سيكونس ديفر ان سام ديتيلز بتوين بايوتروفيك سبيشيز، يعني ممكن نلاقي الشيبس والستراكشرز مختلفه نوعا ما، الا ان جنرال تيرمز ذا اورجانيزيشن از فيري سيميلر. اوكي، نشوف الفورميشن اوف هيستوريا في حاله فطر زي الاولبيديم برازيكي اللي بيعمل انفكشن للكابج روتس از وان اوف فيري فيو بارازيتيك فانجاي تو بريك ثرو ذا هوست سيل وول اند ميمبرين بنتريتنج دايركتلي انتو ذا هوست سيتوبلازم ويزاوت ذا فورميشن اوف ايه of hysteria. In general, the terminal cell of an intercellular hypha penetrates the plant cell wall probably by a combination of enzyme dissolution and mechanical pressure to establish very close contact with that cell. However, the host cell membrane are not breached but remain intact. يعني ما بتكسرش، بتظل كما هي، بيحصل الاختراق
زي كده دايما تلاقي البيوت تروفيك النبات زي بتشوف الراست، بتشوف الراست بتاع القمح، الراست بتاع الفول، تلاقي النبات اوكي والفطر مخترق ونامي وظاهر، عامل البيستولز بتاعته ظاهره والنبات تمام كامل النمو. طيب causing minimal disruption to the integrity of that cell. The position is often marked in the fungus by the formation of a septum. This neck region becomes surrounded by a collar, probably of callus, laid down gradually by the host. The host يبتدي يفرز حاجات زي مواد زي الكالوس تحيط بهذه الايه النيك ريجونز. طيب افتر بنتريشن بقى خلاص عدى منطقه البرزخ او المنطقه الضيقه او الكونستريكتد اريا دي، يبتدي يخش يا ايه اكسباند هستيريوم اكسباند انزايد ذا هوست سيل اند ذا هوست بلازما ممبرين بيكم فولدد اند انفيجنيتد اراوند هوست بلازما ممبرين، يبتدي يحيط بيه وينساني كده ويحيط بيه، يحيط بيه من الخارج، وبالتالي بيبقى فيه شكل بيظهر كأنه ايه متعرج كده حاجة بسيطة. النيك بانز، نيك بانزز at the junction اللي عند نقطة اتصال between the extrahostorial membrane and the host بلازما ممبرين، بتعمل ايه او فائدتها ايه؟ acts as a seal around the neck of the hostery، تعمل كايه كسيل يعني حاجه ايه بتقفل حاجه يعني وبتلزق في حاجه يعني تقفل ايه الممر ده around the neck of the hostery. اهي النيك بانز اللي قافله، قافله هنا خلاص قفل تبان المنطقتين خلاص. اوكي نشوف الفورميشن اوف هستوريا في حالة فطر زي الاولبيديم برازيكي اللي بيعمل انفكشن للكابج روتس is one of very few parasitic fungi to break through the host cell wall and membrane penetrating directly into the host cytoplasm without the formation of a of hostoria. In general, the terminal cell of an intercellular hypha penetrates the plant cell wall probably by a combination of enzyme dissolution and mechanical pressure to establish very close contact with that cell. However, the host cell membrane are not breached but remain intact. يعني ما بتكسرش، بتظل كما هي، بيحصل الاختراق زي كده. دايما تلاقي البيوتروفيك النبات زي بتشوف الراست، بتشوف الراست بتاع القمح الراست. هي بقى الفانكشن اند رول اوف هستوريا، فانكشن اند رول اوف هستوريا زي ما احنا عارفين involved in nutrient uptake او involvement in nutrient uptake based only on incidental evidence. لان هما دايما من خلال النتائج ما بيقدرش يقول ان دي ترو، لا هو بيقدر يقول لك مثلا ايه incidental، احنا يعني ادله غير ايه غير قاطعه يعني. In powdery mildew hosteria are the only root by which nutrients can be assimilated from the host. The bulk of erysipelas BC اللي هو بتاع اللي بيسبب البودري ميلديو للبيزم ساتيفا هايفال جروس is on the outside of the host plant and it has therefore been possible to separate the fungus and the host for chemical analysis. وده احنا عارفينها زي ما احنا عارفين زي ما شرحت لكم قبل كده، الارسف دايما النمو بتاعه بيبقى على السطح، فمن السهل ان اخد كل المكونات بتاعه
الارسيف من على السطح، وبقى فصلت بينه وبين الايه وبين النبات، واقدر اعرف الكيميكال ستراكشر بتاعه، بتاع اي تغييرات حدثت. evidence has been collated from electron microscope studies and the use of radiolabeling technique leading to an increase in our understanding of the biochemistry and the role of hysteria in biotropic action. يبقى based in radiolabeling. عارف radiolabeling يعني ايه؟ يعني مثلا كربون 14 اللي انا بستخدمها، لو كربون نظائر مشعه يعني استخدمها كماركر واحطها واشوف مثلا كربونه احطها في تركيب معين او في كومباوند معين وابتدي اتبعها اشوف هتوصل لفين. يبقى انا كده عرفت المسار او الروت بتاع الايه الايفكت اللي هيحصل للماده دي داخل النبات، عشان كده بنسميها راديو ليبلنج. Development of hypothesis اللي هي solid transport mechanism across the hysteria. سترة الهستيريا ممبرين are semi permeable in ارسيف بيساي اللي هو بيسبب زي ما قلنا الباودر ميدل البيزم ساتيفا. لما استخدمنا الكربون 14 radio labeling techniques وجدوا ان السكروز and possible glycerols are the most likely translocates to be absorbed directly into the powdery mildew hysteria. أسهل حاجة اللي هو السكروز والجليسرولز، دول أسهل حاجة بيحصل لهم translocation أو انتقال to be عشان يمتصوا بواسطة الإيه؟ البودري ميلديو هستيريا، ممصات البودري ميلديو اللي هي بتاع الإيرسيف وخلافه. طيب الديستريبيوشن اوف ذا اي تي بي ايز اكتيفيتي واز بولرايزد ان سيلز انفكتد باي ايرسيف بي سي. الاي تي بي ايز ار ممبرين باوند انزيمز، بيعمل ايه ده او بيشترك في ايه؟ انفولفد ان ذا فانكشنينج اوف ايون بامبس ات ممبرين ويتش ار ريسبونسبل فور بامبنج هيدروجين ايون اوت اند بوتاسيوم ايون انتو سيلز. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الاكتف ترانسبورت يمكن انا شرحتها او الزملاء في الفيسور شرح لكم ان في عندنا حاجه اسمها باسيف ترانسبورت وحاجه اسمها اكتف ترانسبورت. باسيف ترانسبورت اللي هو حسب الكونسنتريشن جريدينتس او حسب الاسموز زي ما احنا عارفين، انما في الاكتف ترانسبورت النبات بيبتدي يفرز فيها طاقه. ان يعني في عندي زي كنا بنرسم كده زي بروتين مثلا ده بنسميه البام، وعشان ياخد حاجه بيخرج قبلها ايه حاجه بنفس الايه الفالنس بتاعتها والتكافؤ بتاعها. يعني هياخد هيدروجين موجب اهو يطلع قبله ايه بوتاسيوم ايون. عشان تحصل العمليه دي لازم يفرز ايه لازم النبات يبذل ايه طاقه، عشان كده بنسميه اكتف ايه اكتف ترانسبورت. تمام. الصورة اللي قدامنا دي عبارة عن قطاع في الهستيريوم اوف ايرسيف بيسي انفكتنج ابيديرمال سيل اوف بيزم ساتيفا، مبين لي كل الاستراكشر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الاكسترا هستيريال ماتريكس اهيت المنطقة ديت، وهنا الهستيريال ممبرين زي ما انا شايف. تمام. وهتلاقي هنا طبعا الايه الاكسترا هستيريال ممبرين اللي هو ايه اللي محيط اللي بينه ادي الماتريكس وادي الهستيريا ممبرين، يبقى ده الاكسترا هستيريا الايه ماتريكس. وهنا النيك باندز اللي فوق ديت اهي المنطقه المحيطه، وهنا المنطقه اللي هي الدوت دي عباره عن بتوضح لي الاي تي بي ايز اكتيفيتي بتحدث في المنطقه اللي هي الدوت ديت او اللي هي سودا اللي فيها مناطق سودا دي، اللي هنقول الالكترون دينس ديبوزيت المنطقه دي الكترون دينس ديبوزيت. واخده لما سبغنا في ده قطاع الترانسميشن الكترون ميكروسكوب بياخد صبغات معينه، المنطقه اللي بتظهر غامقه بنقول عليها الكترون دينس لها كثافه الكترونيه عاليه، نحط عليها صبغه الاوزميوم. الاوزميوم بتقوم واخده اللون اللي انتم شايفينه ده الغامق قوي فبيسموها الكترون دينس. لو منطقه زي دي زي الاكسترا هستيريال ماتريكس شفافه بنسميها الكترون ايه ترانسبيرنت او الكترون
ليوسند اللي هي شفافة لأن إيه ما فيهاش كثافة إلكترونية عالية زي ما موجود في المنطقة الأعلى أو الأعلى أعلى. تمام. الإكسترا هوستيريور ممبرين ليك ATPase activity absent or inactivated. خلاص ماشي. ال ATPase activity was recently reported in fungal plasma membrane within leaf tissues. The region of host plasma membrane which continued to line the invaded cell showed ATPase activity. Therefore, two functionally distinct regions or domains of the host plasma membrane were recognized in infected cells. The Haustorial plasma membrane also showed ATPase activity. The extrahaustorial membrane is tightly bound to the haustorium of the neck region and the neck bands appear to act as seal preventing the escapes of solute from the extrahaustorial matrix. يعني هذا السيل او هذه النيك باندز بتمنع السوليوتس ان هي تهرب وتروح للخليه تاني زي ما قلنا انها بتمنع الاتصال بين الخليه وبين الايه وبين المماس او الهستوريوم. تمام. The matrix is not in direct contact with the host apoplast. وكلمه apoplast المقصود بها يا اولاد الانترا سيلولار سبيسز اند سيل وول. تمام. هنا الصوره دي بتوضح لي برضو جزء من القطاع اللي فات. يمكن هنا النيك باند زيت واضحه. تمام. واخده حرف ان ده كاتبينه احنا بالاحمر وده الهوست سيتوبلازم. هنا الهوست فاكيولز. تمام. بص السيتوبلازم اللي هي دي ده ايه. اوكي. وده هنا الاكسترا هوستوريال ايه ممبرين ودي المنطقه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا اللي هي ذات كثافه الكترونيه عاليه اللي هي بتبقى عباره عن بتوضح لي الاي تي بي ايز اكتيفيتي بتبقى متمركزه في المنطقه دي. ده دياجرام بيوضح لي الاستراكشر بتاع الهوستوريوم. ده عباره عن دياجرام اوف ايرسيف جرامينز Hosterium in epidermal cell to show the major structure feature and to indicate the probable solid transport. اتجاه solid transport بيبقى هنا لان هنا بيحصل عملية زيادة في الايه في التركيز وبتدي تنتقل السوليتس الى داخل الايه الى داخل الهستوريوم بهذه الايه بهذه الطريقة. تمام. هنا بيوضح الاستراكشر بتاع الخلية كلها والاستراكشر بتاع الهستوريوم اللي احنا شرحناها واحدة واحدة. تابعوه بدقة هتلاقوا ما يختلفش عن الصور اللي احنا ايه عرضناها لكم بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب. The structure and the function modification induced in the region of the host plasma membrane which surrounds the hosterium allowed the fungus to control the solute efflux from the host. تمام. Efflux يعني خروج السوليوت اللي من الهوست. يعني مثلا السوليوت تبتدي تخرج من الهستوريوم تروح تاني للايه للهوست. As the epidermal cell move solids from the host apoplast into the invaded cell cytoplasm ايه اللي بيحصل؟ ال ATPase activity as the hosterial plasma membrane allows solute in the extrahosterial matrix to become depleted and therefore maintain a high concentration gradient. اوكي. طيب. الهوست سيل ليك ذا كنترول تو بوز ذيس سوليد افلاكس فروم ذا اكسترا هوستيريال ممبرين. It is suggested that the ionic products of the ATPase bomb may be complementary in host and the fungus leading to the activation of transport of photosynthates across the membrane.
In others, the distribution of ATPases in both domain plasma membrane is similar. مثلا اليوروميسيس ابيندوكيولاتاس اللي هو بيسبب الراست اوف بينز والالبوج كانديدا اللي بيسبب الوايت راست اوف كروسيفرز اند ارسيف جرامينيز اللي بيعمل البارلي باودري ميلديوز ذا استوريال بلازما ممبرين ديد نوت شو اي تي بي ايز اكتيفيتي. It is suggested that the transport into the hostrium depend on the generation of a concentration gradient. تعتمد على الايه؟ على التركيزات. يعني مثلا ده تفقد ميه تتجمع فيها سوليد تنتقل الميه بهذه الطريقه عن طريق الايه؟ عن طريق الكونسنتريشن جريدينت زي ما احنا درسنا في العمليه الاسموزيه قبل كده. This may be brought about by a combination of solid conversion in the fungus, solid synthesis in the host, and ATPase activity at the wall lining the domain of the host plasma membrane. Our hostrium is linked to the transport system of the host by the cells at the neck region. الهايبوثيسيس دي او الفرضيه دي بتعتمد على ايه؟ او الكي اوف ذيس هايبوثيسيس بيقع او ليز ان ذا فورميشن اند افيشنت فانكشنج اوف ذا نيك باند سيلز ويتش مينتين ذا ديستنكشن بتوين ذا هوست بلازما ممبرين دومين اند ذا كابلنج اوف ذا هوست اند فانجل سيلز. يعني الليك باند مهمة جدا في هذه الايه؟ العملية لان هي بتتحكم في خروج ودخول السوليدز بين الهوست وبين الايه؟ وبين الفانجل سيل. Not all invading hostoria have such affected cells. And so مش كل الهستوريا ليها الافكتيف سيلز دي. ولذلك الهستوريال فانكشن not efficient. In fact greater infection frequencies may be necessary to compensate. عشان العملية دي ما هياش افكتيف في كتير من الفطريات بيعوض الموضوع ده ان هو يعمل انفكشن لمناطق كتيرة في الايه؟ في النبات. Others the extrahostrial membrane and hostrial wall may be closely bound together coupling the host and fungal transport system and maintain two domains. دي تفسيرات للعلماء. In conclusion نستطيع ان احنا نستندك في نهايه هذه المحاضره. It can be seen therefore that hostoria are very specialized structures by means of which the fungus is able to tap host resources very efficiently and causing only minimal disruption to that host. في نهاية المحاضرة بشكركم جزيلا واتمنى ان اكون وفقت في ادائها بهذه الطريقة. واتمنى لو في اي تعليقات معينة تقولوا لي عليها بصراحة. واتمنى ان انتم تخشوا على المقرر الالكتروني اللي موجود في صفحة المركز القومي للتعليم الالكتروني اللي انا ومعاكم الباسوردات انا بعتها لكم مع زميلكم ايمان ونيم وكلكم معاكم الباسوردات. اتمنى ان تخش تحلوا الامتحانات القبليه اللي هي البري اكزام والبوست اكزام لكل الموديول اللي فاتت وانا هتابعها ضروري يا شباب ويا شابات لان ده مهم جدا ليكم مهمة جدا عشان اعمال السنة والاكتيفيتي بتاعتكم اللي انا هديلكم هدي الاكتيفيتي بتاعت الكورس كلها على الامتحانات دي ان شاء الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستوب يوم ما انا